بشؤون المالية، تعميم مهمة كانت صدرت بالأمس عن حاكم مصرف لبنان، فسر البعض أنها تنطوي على مراعاة صغار المودعين، أي من قيمة ودائعهم دون 3000 دولار أمريكي. للوقوف أكثر عند هالأمر وحقيقة المرجو من هالتعميم، كان لنا هالاتصال عبر سكايب أيضا مع الخبير المالي وليد أبو سليمان. فشو قال عن هالتعميم وما فعله؟ نحن اليوم حددنا انه صغار المودعين هن اللي بيملكوا حسابات بالمصارف ما بتتخطى ال 5 مليون ليره و 3000 دولار، وهذا الشيء انا برايي غلط، لازم يتواكب بتعاميم اخرى، لانه ما بيجوز انه يكون اي شخص عنده حساب بالمصرف بيتخطى ال 5 مليون ليره، خلينا نقول 10000 دولار، اما 10 مليون ليره هو يعتبر من كبار المودعين. هذا شو سيئاته وشو حسناته؟ حسناته بالدرجة الأولى هو نوع من التحايل على الكابيتال كنترول، حيث أنه هالحسابات هيدي اللي ما بتتخطى المليون وسبعمائة ألف حساب وقيمتها المجمل هي ما بتتخطى المليار دولار، ممكن أنه يسحبوا هالأموال بسعر السوق. شو معناتها سعر السوق؟ يعني السعر الموازي، يعني هو السوق الأسود اللي هلا عم بيتداول تقريبا بال 2800 وال 2900. إذن هذا اليوم إقرار من مصرف لبنان إنه السعر الرسمي ما بقى إنه متداول، بالتالي السعر الموازي هو السعر الرسمي، هيدي بالدرجة الأولى. هلا حسناته كمان إنه الحسابات بالليرة اللبنانية ممكن تتحول للدولار على السعر الرسمي اللي هو ال 1500، من ثم يرجعوا يسحبون على سعر السوق الموازي على 2800. إذن هيدي كمان نوع من جايزة طردية، وهون أنا برأيي هذا شيء أكثر هو كان ضغط سياسي من ما هو من تلقاء نفسه مصرف لبنان قام بهالمبادرة هاي، أما بهالتعميم هيدا. هلأ الخطورة والسيئات بهذا التعميم هو أنه في شيء ما يسمى دي بانكينج، إذن هالمليون وسبعمائة ألف حساب ما بقى رح يكون عندهم حسابات بالمصارف للأسف بسبب هالشيء، يعني هو الشرط كان انه يسحبوا الوديعه باكملها من المصرف، هيدي بالدرجه الاولى. الخشيه الثانيه انا انه ينسحبوا هالاموال تقريبا هالمليار دولار بالليره المقيمه بالليره اللبنانيه، ويصير في تهافت عند الصرافين بغية تحويل هذه الأموال من الليرة اللبنانية للدولار، إذن هون كمان بيرجع بيصير في طلب على الدولار. هيدي مشكلة بهالتعميم هيدا. هلا رافقوا تعميم تاني، التعميم التاني بنص إنه نحن اليوم بدنا نقوم بعملية ما يسمى بمنصة تداول، أي بلاتفورم، من جراءها منخلي الصرافين هن يصيروا عم يتداولوا وهن يصيروا عم يكونوا صناعي ما يسمى الماركت ميكر، صناعي السوق والبرايس بروديوسرز، يعني بهالطريقة الصرافين بيصيروا هن كمان يوضعوا الأسعار. هون من ناحية مصرف لبنان، من وجهة نظر مصرف لبنان، أنه هو رح يتدخل في حال صار في تلاعب بالسعر. طيب السؤال المهم برسم مصرف لبنان، بظل هالشح بالعملات الأجنبية وبالمخزون بالعملات الأجنبية، كيف سيستطيع أن يتدخل مصرف لبنان وبأي طريقة سيلجم الصرافين بظل هالنقص الحاد وبظل الطلب على الدولار؟ إذن هذه هي الأسئلة المهمة، ونحن اليوم من عبرك نطلب من مصرف لبنان أنه يواكب هالتعميم بتعميم أخرى بتلحظ صغار المودعين، فعلا صغار المودعين، لأنه ما فينا نحن بهالطريقة نكون سكتنا 60% من المودعين وتركنا 40% مصيرهم لا معلق ولا مطلق. هون السؤال، ال 40% عمليا صاروا يعتبر، يعني كل واحد عنده حساب فوق ال 5 مليون أو 3000 دولار هو من كبار المودعين؟ يعني وقت ما نحدد أنه صغار المودعين هن الحسابات اللي ما بتتخطى 5 مليون ليرة، إذا ما بقدر وصف ال 40% إلا كبار المودعين، وهذا الشيء خطأ.
وما بيصير اليوم جنى حياته الواحد يكون مصادر بهالطريقة وما يكون في رقابة وما يكون في تعاميم جازمة، لأنه نحن بنعرف أنه التعاميم الأخرى اللي صدرت سابقا للأسف ما عم تتطبق، ومنها أهم شيء تعميم اللي هي القروض اللي على 3 أشهر، للأسف المصارف ما عم تطبقوا بعد. أستاذ وليد، كنت عم بتقول قبل شوي عن مسألة سعر صرف الدولار، إنه مصرف لبنان اعترف إنه ما بقى في سعر رسمي لسعر الصرف، وبالتوازي حكيت عن إمكانية إنه يكون في طلب أكتر بعد على الدولار. يعني عم نحكي عن إمكانية إنه يتخطى مثلا سعر الصرف حتى إذا حددوه الصيار في 3000 ليرة. خليني اقول لك، هو السوق القطع، سوق الصرف، هو العرض والطلب. اليوم بظل هالطلب على الدولار وبظل الشح بالدولار، بالطبيعي انه كل ما بدك يكون في طلب اكثر على سلعه كل ما رح يرتفع سعرها. اليوم انا ماني شايف كيف مصرف لبنان اذا ما عنده سيوله كافيه بالعمله الاجنبيه بالدولار ممكن هو يضخ اموال ليلجم هالطلب على الدولار. يعني هو لازم يبيع الدولار لا يقدر يصير في توازن بسعر الصرف. انا خشيتي كانت بداية انه يصير في تهافت، تنسحب هالودائع هيدي بالليرة اللبنانية، وبسبب انعدام الثقة بداية بالعملة الوطنية وبالمصرفية كلها يصير في تهافت كمان لشراء الدولار بسبب تركه، أما نوع من إدخاره بالمنازل، لا سيما ممكن هو يرجع يرتفع. بالتالي هون نحن اللي عم نطلبه بالدرجة الأولى إنه ما إذا بده يصير في نوع من منصة فعلا يصير في مؤونة من مصرف لبنان ليقدر يتدخل على أقل يوميا ب 10 20 30 مليون دولار، يعرض هالدولارات لما يصير في سعر جنوني للدولار.